سمعت أناسا يقولون إن من ترك من الصلاة ركنا من أركانها ولو كان ناسيا بطلت صلاته ويجب إعادتها، فهل هذا صحيح أم يكفي أن نجبر هذه الصلاة بسجود السهو؟ أفتوني وفقكم الله تعالى. هذا فيه تفصيل كثير. من ترك ركنا فإن ذكره وهو في أثناء الصلاة ذكره قبل أن يدخل في الركعة التي بعده فإنه يجب عليه الرجوع والإتيان به وبما بعده حتى تكمل ركعته، ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. أما إن ذكره بعدما اعتمد قائما ودخل في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى تلغو تبطل وتعتبر الركعة الثانية قائمة مقامها، تكون هي الأولى الثانية هي الأولى تكون هي الأولى أو الثالثة إذا كان حصل هذا في الثانية تكون هذه هي الثانية. ها؟ نعم. المهم أنها تكون محل التي قبلها وتلغو التي قبلها ويسجد للسهو. الحالة الثالثة أن لا يذكر إلا بعد السلام، إلا بعد السلام، فهذا يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو، يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. أما إذا لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة كاملة من أولها، إذا لم يذكر أنه ترك هذا الركن إلا بعد فصل طويل بعد سلامه من صلاته فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.